لما جاء من تصريحات واحد كتلة ديال الأحزاب هذوك اللي مصاوبين الحكومة، أجل اللي جاوا باش زعما اللي حلوا المشاكل ديال المغرب، الكيفية باش تعاطوا بالإشكالية ديال الريف ونسيما ديال الحسيمة. أولا السي سعد العثماني أنا مازال فوليتيك، اعترف بعدا أنه النهار اللي مشيتوا للحسيمة وطلبتوا من با ديال محسن فكري يساعدكم باش تحبسوا الحراك ديال الحسيمة، ساعدكم والناس ديال الحراك هما كذلك سعفوكم لأن أمنوا بأنه لربما غادي توقع شي تغيير فيما يخص سلوك العام في القضية ديال محسن فكري، فعلى الأقل أنت مدين لهم لهذا كان يمكن لك ما تتكلمش بالكيفية اللي قلتي وتقول بأن هناك تهديد أو نهب الممتلكات الخاصة والعمان، أن نتحدث تعطيني مثال واحد ديال شي حاجة تحرقت أو تهرست أو لا تخربت في الحسيمة من بداية الحراك هذه سنة تقريبا. سيد طلبي أرجوك خرج من السياسة حصل لك، لأن أنت كارثة وتوصل المغرب كارثة جزء ديال الكوارث تعدد ماشي شغلك، كلامك خاوي مطلقا أن تقول بأنه كاين مساعدات أجنبية ويد أجنبية في القضية ديال الحسيمة، هذا غير صحيح. وكنتحداك تجيب بداية حجة، كاينين فلوس كيجيو من الخارج أكيد الحمد لله اللي كيجيو ديال ولاد الريافة والعائلات اللي كيخدموا في ألمانيا وفي هولندا وفي بلجيكا اللي شهرين كيصيفطوا الأولاد ديالهم باش ياكلوا، وإلا راه كتكون الكارثة، لأن أنت ما كتعرفش الريف وما كتعرفش بأنه كاينين الناس كيعيشوا في 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 الاوكاف في لي كاف في الحفاري في لي غروت لي غروت داكشي اللي كاين في الجاهليه داكشي ديال بكري ديال لا بريستوار ما قبل التاريخ هو الريف، بما انه ما كتعرف والو انا مزوج في ديك فاقد الشيء لا يعطي والو الجاهل ما يمكنش المغرب يستفيد منه. يا اخي اش غادي نقول لك سي امسك، انا ما فهمتكش بغيتي تقول بان الخطوط الحمراء او الخطوط الخضراء الاستقرار، انا كنت معك في الحكومه وانت من الناس اللي كنت تقول في الحكومه بان الاستقرار يثبت يقع اثبات تثبيته باعطاء الحقوق للمواطنين، بغيت الاستقرار تاع حقوق الناس فقط، وشنو الخطوط الحمراء والخطوط الخضراء فين هي؟ نجي نقول لك بان بغيت جامعه، نجي نقول لك بان بغيت مستوصف ديال الكانسر لان عندنا الكانسر في المنطقه، نجي نقول لك بان بغيت معامل وخدمت تعطينا معامل، نجي نقول لك بان بغيت عداله وبغيت حقوق وتقول لي انا تجاوزت الخطوط الحمراء، في ماذا تجاوزت الخطوط الحمراء؟ شنو طلبت من تقول لي بانه تجاوزت الخطوط الحمراء؟ اش غادي نقول لك؟ ما على كل حال ناصري شكرا اللي قلت لنا بان وزير الداخليه ولي جمعكم على الاقل بانه تقريره ولي تعطى على كل حال، انا ما عرفتش واش كان معكم ولا لا، هو اللي غادي يمكن يتكلم، راك راه بانكم كنتم مجموعين لان كلكم كتكلموا ووراءكم نفس الصوره، شتي تقول بانه خرافه ديال المطالب المدنيه، دابا ملي الريافه كيطلبوا حقوقهم صبحت خرافه ديال الشحر، وشنو ماشي خرافه ديال الشحر؟ ان انت تكون في الحكومه اكبر خرافه ديال الشحر، وان حزبكم حزب الشيوعيكم في الحكومه وانتم ما كتمثلوا لا شيء، هذيك الخرافه الصحيحه. سي سجيد تبعيد من السياسه، رجع للمعامل ديالك، راه بدا تتكلم بلا ما كتعرفش كتقول، وشنو راه تقول شي حاجه اللي غادي ندم عليها المغرب برمته. أما السيد درس الشكار وغلب الله بالله زعما أنك تتكلم بالكيفية دي وتقول بأن المطالب خصها وسطاء والشعب إذا بغى يتكلم خصو يمشي عند الحزب الوصي، هذا بحال المسيحيين عندهم الرهبان، فهمتي؟ ملي تبغى تتكلم مع سيد ربي خصك تدوز على الريب اللي غادي يقول لك شحال خصك تقرا من آية باش يسمح لك سيد ربي، ولا شنو خصك دير باش يسمح لك سيد ربي يغفر لك وخصك تصوم ولا تصلي ولا تسكي. انا مزوج فوليتيك، الشعب اللي كيبغي يتحرك لان الاحزاب السياسيه ما تحركتش، الشعب
واذا فقدت ثقته في الاحزاب السياسيه، الاحزاب السياسيه ما عتاتش، والاحزاب السياسيه اللي ما عتاتش هما الاحزاب اللي كيسيروا المغرب منهم الاتحاد الاشتراكي، لان وعدت الشعب وكتبت على الشعب ووهمت الشعب بواحد الدرجه ان اليوم ما بقى كيتكتش واحد فينا، لان انتوما كنت عندكم بريمير بالدرجه الاولى ديال الكذب في السياسه. ارجوكم القضيه ديال الحسام الحسيمه ماشي خرافه ديال شحال، القضيه ديال الحسيمه هي قضيه ديال محسن فكر اولا، لان ما عندكش الحق تخد واحد السيد وتطحنو لانه شرى بيس اسبانو ولا الاسبانو، والاسبانو كيتباعو في جميع المطاعم ديال المغرب، وتقول لي بان حسام ممنوع تصيدو، ولكن في المرسى راه ما كاينش الماء، ما بقات الصياده اللي كتديرو قباله السي اخنوش، واذا ما عرفت كيفاش دير له قدم السي قالتك، حنا اش كنقول لك تخدم السي قالتك، ما عرفتيش كيفاش تسير القطاع، ما عرفتيش كيفاش تحمي بيس اسبادو ولا ليسبادو فوقتو، لان ما كيتحماش بقمع المغاربه اللي كيشريوها في المرسى ديال الحسيمه، لانه داك كيصيدو البوابر يمكن يبيعوها في المرسى ديال الخوزيرات اولا ديال مرقة. بالتالي راك ما كتفهمش، اللي كيفهمش كيمشي في حالو، اللي ما كيفهمش وكيحب المغرب وكيحترم نفسه كيقلع. حسيمه راه ماشي مزح، حسيمه كخص الرجال اللي قادرين هما اللي يحلوا مشكلته. مشكله حسيمه كتبدا بمحاكمه السياسيه ديال عبد العزيز اخنوش، وعزيز اخنوش غادي تتحاكم سياسيا باستقالتك من الحكومه هذه، والا القبائل ديال الريف ما تحبش، وعندها الحق ان ما تحبش وما تحبش. اما استعمال العنف واستعمال الجيش واستعمال التهديد ماشي هي الطريق السليمه، ماشي هي الطريق اللي هي في المستوى ديال القرن 21 على ابواب اوروبا والمنتظم الدولي. خلي من الله يعطيكم الخير، احنا تقدمنا بزاف ما تاخروناش.